سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم كرام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم علينا إليكم توارى الطريق فهلا سمحتم لنا بالبريق وهلا سمعتم نداء الغريق ببحر عميق ووقت ظلام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم كرام ألا فالنصر سادتي للفقير فليس له غيركم من نصير أتى بابكم ومعا إذا المستجير فجودوا عليه بنيل المرام فكم يا اشتكي نفسه والهوى وكم يا اشتكي علتا في الجوى كثير ما تسيح ما له من قوى سوى انه لائب بالمقام على بابكم ما قد حطتنا الرحال بأعتابكم قد رفعنا السؤال حقيق جدير بكم يا رجال قبول الدعاء بكل احترام سلوح حبلنا وكم وصلتم حبال كذاك أشهدونا شهودا لجمال ألا آنسونا بذكر الجلال إلى أن نرى حالة الإصطلاح عند يوم الرحيل ألا قابلونا بواجه جميل ألا فادخلونا بظل ظليل بعيد الوفاة بحسن الختام سلام سلام أهيل المدام
فيهم له الامتنان بحسن المنن ألا فاصحبونا بجاد الحسن وآل وصاحب هداة كرام سلام سلام صلى على المصطفى ربنا وآل وصحبه أهيل لهنا صلاة بها نرتقي للمنى وحمدا وشكرا لباري لنا سلام أهيل المدام ردوني عليكم فأنتم كرام سلام سلام أهيل المدام ردوني عليكم فأنتم كرام سلام سلام أهيل المدام هدوني عليكم فأنتم كرام